خلينا نروح نطمن على بعثة النادي الأهلي من خلال وجود زميلنا كريم أحمد مع البعثة الرسمية للنادي الأهلي، يطمننا على ما يحدث هناك في الجزائر. كريم أهلا بك وحمد لله على السلامة، تفضل. كبير كابتن اسلام، الله يسلمك طبعا، واكيد بنقول الحمد لله على السلامه اللي بعثت فريقا للنادي الاهلي. ابدا معاك النهارده طبعا ونطمن كل جمهورنا وكل مشاهدينا طبعا على حاله اللاعبين، الرحله النهارده، تدريب الصباح النهارده اللي كان لفريق النادي الاهلي اللي بدا بيه الحقيقه الاستعدادات للمباراه العوده، اللي مباراه مهمه جدا، ويمكن سامع انا بتكلم انت كابتن اسلام، المباراه صعبه والمباراه مهمه جدا. وعايز انقل لك الانطباع والاحاديث مع لعيبه النادي الاهلي قبل ما نتكلم بشكل عام على اليوم. كل اللعيبه بتتكلم ان احنا رايحين هذه المباراه ونتيجه 0-0 وليست 4-0، وده الوعي الكبير الحقيقه اللي احنا عارفينه مع لعيبه النادي الاهلي، القامات الكبيره، كباتن الفريق الكبار، الكل الحقيقه بيتكلم على هذا الامر. هي مباراه 90 دقيقه، مباراه مختلفه بشكل كبير جدا، كل مباراه بيكون ليها ظروف. التوفيق كان معانا الحقيقه في المباراه الاولى، ممكن كمان نشوف جديه ونشوف حماس من فريق وفاق ستيف، نشوف عدد من الجمهور، لكن واضح الجديه واضح التركيز اللي فيه لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل ده يكون مردوده كبير جدا في 90 دقيقه ان شاء الله بنتمناها تكون من نصيب النادي الاهلي. النهارده يا كابتن اسلام، اليوم بدا صباحا طبعا بالتدريب لفريق النادي الاهلي على ملعب مختار تيتش فيها العاشره صباحا، اجتمع الحقيقه بيهم الكابتن محمود الخطيب وايضا كمان بيتسو موسيماني، اللي اكد على اهميه المباراه، اكد على التركيز الكبير اللي احنا نكون لازم متواجدين فيه، فاضل لنا خطوات بسيطه جدا، الكل هيدخل التاريخ، النادي الاهلي، اللاعبين، المنظومه كلها بشكل كامل ان شاء الله باذن الله في حال الحصول على البطوله ال11 ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله كل الدعوات وكل التمنيات وكل المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي وايضا كمان من اللاعبين ان شاء الله باذن الله يكون في الملعب في 90 دقيقه ونتخطى هذه المباراه ولا كل حدث حديث ان شاء الله في المباراه النهائيه. عقب الانتهاء المران مباشره توجه اللاعبين الى مطار القاهره لاستقلال الطائره الخاصه طبعا، والمناخ الطيب الحقيقه والكبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي في توفير طائره خاصه لفريق النادي الاهلي. الرحله استغرقت 4 ساعات مجرد وصولنا طبعا الى مطار الجزائر، كان في استقبالنا طبعا البعثه بالكامل طبعا سفير مصر طبعا مختار رويدة وطاقم السفاره بالكامل لتسهيل الاجراءات الخاصه بجوازات السفر والتنقلات لفندق الاقامه، مباشره الى فندق الاقامه يبعد عن المطار ب 35 او 40 دقيقه. على طول لعيبه النادي الاهلي تناولت وجبه العشاء ومنها الى الغرف، تركيز كبير جدا واضح من لعيبه النادي الاهلي من اول لحظه الحقيقه واحنا راكبين في الطياره، بنشوف الاحاديث يا كابتن اسلام وبنشوف الكلام مع اللعيبه، وليد سليمان بيتكلم، السليه، حمدي فتحي، الشناوي، الكل بيتكلم على المباراه وعلى اهميتها، ولابد ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه، عندنا الفرصه ان احنا نقدر نحقق هذا الامر مع الخطه طبعا المميزه جدا اللي بيقوم بيها بيتسو موسيماني والتحضير والدوافع اللي بيخلقها بشكل كبير جدا عند لعيبه النادي الاهلي. عندنا يمكن اصطحب النادي الاهلي طبعا عدد من اللاعبين، لكن الرؤيه الفنيه كانت خاصه بصلاح محسن وحسام حسن اللي مش متواجدين مع فريق النادي الاهلي في بعثه الفريق في الجزائر، لكن يا رب ان شاء الله كل الامور وكل الظروف والمناخ الطيب اللي احنا متواجدين فيه في الجزائر مع اشقائنا الجزائريين اللي بيشيدوا الحقيقه بالنادي الاهلي. يعني قبل ما اكلمك كابتن اسلام بلحظات في فندق الاقامه، احد طبعا المواطنين الجزائريين اشاد بالنادي الاهلي، قال لك انا بمثل النادي الاهلي بمانشستر يونايتد في الاحتراف، واضح قيمه النادي الاهلي الكبيره جدا. يا رب ان شاء الله كل الظروف تكون معانا كابتن اسلام في مباراه يوم السبت. كريم، عايز اسالك برضو النهارده، فوز نادي وفاق سطيف على في الدوري الجزائري 7-0، هل ده بيمثل اي شيء للاعيبه النادي الاهلي دلوقتي؟ يعني اقدر اقول لك يا كابتن اسلام، انت عارف طبعا بخبرتك الكبيره وكنجم نجوم النادي الاهلي، الاختلاف كبير جدا بين بطوله الدوري الجزائري او الدوري العام المصري والبطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه مختلفه بشكل كبير، دوافع النادي الاهلي كبيره جدا، تركيزهم كبير جدا، وان شاء الله يكون اكبر من لاعبي وفاق ستيف. هم يمكن طبعا الهزيمه كانت كبيره، يمكن 4-0 نتيجه كبيره في المباراه قبل النهائي، مش معنى طبعا ان هم يكونوا متواجدين او فازوا بنتيجه كبيره يكون مستواهم عالي او كده، لا، المباراه بتكون ليها ظروف وكل المباراه ليها ظروف. لعيبه النادي الاهلي فاصله بشكل كبير جدا، كل الاحاديث في المباراه، محدش بيتكلم عن مباراه نهائي، مباراه فين، المباراه هتتلعب فين، الكل بيتكلم على المباراه، الكل بيتكلم عن ان احنا لسه ما حققناش حاجه، حققنا 90 دقيقه فقط لا غير، عندنا 90 دقيقه تكون اصعب من التسقيه اللي كانت متواجدين في مصر، لان هيكون في حضور جماهيري، جمهورنا العظيم الحقيقه اللي اشادنا بيه بمساندته الدائمه والداعمه لفريق النادي الاهلي، طلع كل اللي كان عند اللعيبه في هذه المباراه. شفت يا كابتن اسلام دخولنا كان في مباراه كان جيد جدا، كور في العارضه وبنحرز فيه جديه في حماس، هنقابل هذا الامر في ستيف طبعا، مباراه ستيف بجمهور لفريق وفاق ستيف. املهم طبعا بالنسبه للنتيجه وبالشكل العام عمل ضعيف، لكن كره القدم فيها متغيرات كثيره جدا، فلابد يكون احنا ليدنج بشكل كبير جدا في هذه المباراه. يا رب من خلال التدريبات اللي هتكون ان شاء الله باذن الله تبدا من الغد
غدا طبعا هيكون البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي 10 صباحا، هيكون فطار الكل التوقيتات بكلمك فيها طبعا يا كابتن اسلام بتوقيت الجزائر، هيكون طبعا 2 ظهرا وجبه الغداء، 5 هيكون المحاضره الفنيه لفريق النادي الاهلي، على ان يتحرك الفريق الى ملعب التدريب الاول اللي هيكون الملعب قريب جدا من فندق الاقامه، تدريب فريق النادي الاهلي هيكون في 8 مساء طبعا بتوقيت الجزائر، فيا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي، لعيبتنا تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا، مش عايزين نفقد اي لعيبه، لسه السوليه امره من لم يحسب حتى الان بالنسبه لمشاركته في تدريبات الجماعيه من عدمه، لسه هنشوف الامور دي في خلال الايام القادمه، لكن بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، واضح الجديه من عيون اللعيبه، واضح الاصرار، كل الامور ان شاء الله يا رب تكون في صالحنا كابتن اسلام. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين وزي ما انت معانا كريم، طبعا دي لحظات وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار الجزائر العاصمة، وزي ما حضراتكم شايفين مطار هوالي أبو مدين طبعا، وزي ما حضراتكم شايفين تفاؤل مشوب بالحذر الحقيقة في بعثة الرسمية للنادي الأهلي.